هذه الفترة كلام كتير جدا على ان النادي، انت احد ابناء النادي الاهلي ولعبت فترات طويلة جدا في النادي الاهلي وهنتكلم عن ده دلوقتي، ولكن خلال هذه الفترة هناك حملة ممنهجة على النادي الاهلي من بعض من لا يشجع النادي الاهلي وبعض ابنائه الحقيقة، او من المفترض ان هم يكونوا ابنائه، شايفين ان هل الاهلي بياكل ابنائه؟ هل الاهلي بيبيع ولاده من وجهة نظرك؟ الاهلي بيبيع ولاده؟ اه يا راجل حرام عليك، ده انا مشيت من النادي 15 سنه ويوم ما بطلت تاني يوم مسكت في الناشئين. اه ببيعنا وبيبيع ولاده ازاي؟ بص يعني مش كل واحد مولود في حته منتمي ليها. مش كل واحد متربي في بيت منتمي ليه. في ناس بتبقى نكره للجميل، في واحد مولود في البلد دي ويقول لك لا انا مش من البلد دي خالص ولا اعرفها مش بتاعتي، ده انا ما صدقت خرجت من القريه. وفي واحد لحد ما يموت متربي على طبليه ابوه ويشيل تراب ابوه فوق رجليه. ده الفرق الكبير قوي بين الناس الاهلاويه والناس المتالهه، فرق كبير جدا. اما اطلع اقول انا لعبت في النادي الاهلي وانا عندي 15 سنه و14 سنه وفي الاخر فين؟ انت فين من كلام، فين من مبادئ النادي الاهلي؟ فين من احترام النادي الاهلي؟ فين من اخلاق النادي الاهلي؟ هو ان انت تيجي تهاجمني على الهواء دي اخلاق؟ لا لا على فكره، لا لا انا لا اقصد شيء، لكن اللي عايز ينتقد ينتقد ينتقد، ولكن انتقد باحترام، باحترام وادب. باحترام وادب وبعقلانيه. ممكن حضرتك تكون عندك انتقاد على اداء الفريق، على اداء مجلس الاداره، على اداء بعض الادارات التنفيذيه في النادي، على اداء، على من حقك. ما هو ازاي من حقك؟ لان ما فيش حد بيبقى ماشي 100% مظبوط. تمام. لكن انا بتكلم ان انت حضرتك ممكن، احنا هنا في قناه النادي الاهلي على فكره ساعات كثيره بننتقد، او ساعات لما النادي الاهلي بيبقى وحش ده شيء طبيعي، الفريق الاهلي وحش وكذا وكذا وكذا، ده شيء طبيعي جدا، لكن لما تيجي تنتقد انتقد بادب وباحترام. طيب